الحكم لله، الله يحكم بنفسه، الناس أيضا هي التي تحكم، الناس وبخيارها وبانتخابها وبرأيها بشرع الله. مصدر الشرع الله، ومصدر الحكم والسلطات الناس. انتبهوا، فرق كبير، وهذا حل سهل جدا لكل هذه المعضلة السياسية. مصدر الشرع هو الله، مصدر السلطات الناس. الناس يعينون من يقودهم، ينتخبون من يسوسهم، من يرودهم، من يتقدمهم، ببساطة بمنتهى السهولة. فالحكم لله، الحكم للناس، الناس تقول كلمة الفصل في شأن الناس، في شأن أنفسها، في شأن أنفسها. طيب، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، أين هو مال الله؟ إنه مال الناس. ولذلك قال في آية أخرى تبارك وتعالى: ولا تؤتوا الفقراء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أموالكم، هنا قال أموالكم، هنا قال مال الله. مال الله أموالنا، فمال الله لنا، كل مال الله هو لنا. ويوم أراد معاوية ابن أبي سفيان أن يضحك على الناس، لأنه بدأ يقسم المال قسمة جديدة لم يسر بها رسول الله ولا خلفاؤه الراشدون. بدأ يعطي المال من لا يستحق، ويمنع من يستحق، لكي يتألف الناس على حكمه وعلى شخصه لا على مبادئ الإسلام. وكانت ذريعته أن المال لله، يضعه الله حيث شاء. فكذبه أبو ذر، قال له: لا، هو مال الناس، أنت تضحك على الناس بتأويل باطل للآيات. أبو ذر فهم أيها الإخوة بمنطق عجيب أن مال الله هو مال الناس. ولذلك ليس لك فيه يا معاوية أي شيء دون ما قضى به الله ورسوله. طب انظروا إلى مثال معاوية، وانظروا إلى مثال رسول الله، والمقارنة واضحة. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا. أنا لست بمعطٍ ولا بمانع أبدا. كيف أنا يمكن أن أعطي وأن أمنع إذا كان المال لي؟ هذا معنى كلام النبي. انظروا تتمة الحديث: وإنما أنا قاسم. الله أكبر، هذا منطق الرسالة. هنا نطل فقط على شيء، على مفردة واحدة من ملايين المفردات التي تتشخص بها شخصية محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: أنا لا أعطي ولا أمنع، أنا قاسم، هذا مالكم، لأنه مال الله. الحدود، حدود الله، هي أيضا كما قال الفقهاء تقريبا كلهم، هي حقوق الناس والناس يتصرفون فيها، حقوق المجتمع، حدود المجتمع، وهي حدود إلهية بهذا المعنى أيضا. الفقهاء فهموا هذه الحيثية، فهموا هذه النقطة بدقة. وكان عمر عليه رضوان الله ورحمة يقول، الخليفة الراشد الأمين على مبادئ رسول الله، كان يقول: والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق بهذا المال من أي واحد فيكم، ووالله ما أحد من المسلمين إلا وله حظ ونصيب في هذا المال وسيصله. كان يعطي الناس 4000 كل شهر، وأعطى ابنه عبد الله كم؟ 40000؟ 3000. ولامه الناس، لم يلمه ابنه، ابنه واثق من عدالته، من نزاهته، من عفته، لكن لامه الناس: لماذا هذا الظلم يا أمير المؤمنين؟ تعطي عوام الناس 4000 وابنك من صلبك 3000، طبعا من المهاجرين. قال: هؤلاء هاجروا، وأما عبد الله فهاجر به أبوه، أنا الذي هاجرت به، كان عمره 10 سنوات، فنقص، الله أكبر، نقص نصيبه، رضي الله عنه وأرضاه. لم يضحك على الناس بآية قرآنية، مال الله، ما في لعب، لم يلعب بالمبادئ، بالأسس، بالمثل أيها الإخوة، لم يلعب بها. نعود إلى رسول الله. رسول الله أيها الإخوة، لم ترى لا شك لا ريب أنه هو الأولى بفهم ما أنزل عليه، وهو الآمن على تمثل وتطبيق ما أرسل به عليه الصلاة والسلام. ولا يحق لأحد أن يتقدم بين يدي الله أو بين يدي رسول الله ليقول: بدا لي ما لم يبدو للرسول، قاتلك الله، أف لك وتف أبد الدهر. لا ينبغي لأحد، وهذه إشارة كفر ومروق من الدين أيها الإخوة، عن جهية وغرور تنبع من منبع الكفر والعياذ بالله والجحود والنكران. لا أحد. ومن هنا النبي أحيانا يقول: عليك أن تؤمن بي. كيف تؤمن به؟ ليس فقط أنه رسول عند الله، لا، أن تؤمن بشخصيتي. عليك أن تعلن إيمانك بمبادئي، بقيمي، بمثلي التي بعثت وعشت ومت من أجلها، وإلا أنت بعيد. بل الإيمان بمراحل. في الحديث الصحيح: ما آمن بي، هنا لم يقل ما آمن بالله، ولم يقل ما آمن بالقرآن. لماذا؟ لأن النبي يتطابق مطلقا مع القرآن، يتطابق مطلقا مع ما أراد الله، مع أمر الله. ولذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لكنه قال ما آمن بي، لأنه يعلم
أن أناسا سينسبون إليه أشياء ويتحدثون باسمه ويحيلون على شخصه لا على شخصيته تزويرا للدين واستنزافا لوعي الجماهير باسم رسول الله، فهو قال لا هذا كذب وأنا أولى وأحق وآمن من فهم ما أنزل عليه فما آمن بي. من هو يا رسول الله؟ من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم ما آمن بي، ما آمن بي، ما اتبعني، ليس على طريقتي، ليس على هدي، ليس مني، ولست منه. وروى أبو نعيم، هذا في مسلم، وروى أبو نعيم رحمة الله تعالى عليه في الحلية عن أبي قتادة قال جاء رجل وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن لي جارا ينصب قدره، أي فيخرج إيه؟ ريح الطعام، ريح الطبيخ، ريح اللحم والمرق ولا يطعمني. قال ما آمن بي هذا ساعة، ليس مني، لست هكذا، لم أعش هكذا، ولم أبشر بمبادئها إيه؟ كهذه المبادئ الرديئة المهزولة أبدا، فما آمن بي هذا ساعة. انظروا إلى الإيمان، أفق آخر غير أفق الفلاسفة والمتكلمين، غير أفق الذين يضيعوا علينا كل خير هذا الدين باسم الفلسفة والمنطق والتحليلات العجيبة للنص. أبدا، منطق النبي واضح عليه الصلاة والسلام. إذن أنت مع شخصيته أيها الأخ، يمكن أن تطوي مراحل لا متناهية ولن تستطيع أن تطويها كلها إلى الكمال، يعطيك سيرورة الكمال، سيرورة الترقي دائما مع شخصيته. لكن مع شخصي ماذا تفعل؟ ماذا فعلت الجماهير؟ لم تفعل شيئا، تتغزل بشخصه فقط، تتغزل بشخصه عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، وبعد قرون من هجرته ومن وفاته عليه الصلاة والسلام، كيف صارت صورة الأنموذج المثال الديني الإسلامي؟ دائما يطرح هذا السؤال. الصحابي كان يعلن ولاءه لله ولرسوله وينطق بكلمة التوحيد في دقيقة، في نصف دقيقة، وبعد مجلس يمتد ساعة أو أقل أو أكثر ينطلق هذا الرجل شعلة من حماس، من يقين، من إيمان، بحس رسالي غريب، بحماس رسالي منقطع النظير، يبشر ويهدي ويضيء وينير ويدل. ما الذي تعلمه الإسلام؟ ما الذي تعلمه الإسلام؟ لقد وقف على روحه، تحسس روح الإسلام، أدرك غاياته. قلت مرة إن ما فهمه أبو جهل أيها الإخوة وعتاة قريش من الإسلام، والله والله وأنا أقسم على هذا المنبر إلى اليوم بعض مشائخ الإسلام وعلمائه لم يفهموه ولا يفهمونه ولا يوردون لنا أن نفهمه. الذي فهمه أبو جهل وعتاة الشرك والوثنية في قريش أن محمدا بعث بدين جاء يثور عليهم عبدانهم ونساءهم وأولادهم. إذن بدين ماذا؟ بدين تحرير، بدين ثورة اجتماعية حقيقية، دين مساواة، إلغاء لهذه الفوارق الفلكية بين الناس، إلغاء لعبودية البشر بعضهم لبعض باسم الدين أو باسم الشرك والصنم، باسم أي شيء، باسم دين سماوي مزيف أو باسم دين أرضي مأفوك. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. يا أهل الكتاب، يا أحبار، يا قصص، يا رجال الدين، تدعون الناس أن يتخذوكم أربابا.